انا عايز اقارن الصورة دي بالصورة اللي حصلت برضو لنفس الفصيل دوت في الجزائر سنة 1990، وفي 10 سنين سموها الجزائريين العشرية السوداء. تمام. تم يعني قتل 300,000 جزائري في ال10 سنين دول من قبل الجماعات دي، من قبل الجماعات دي. كانت كرة بالكامل بتتحرق بأيدي هؤلاء الإرهابيين. طبعا احنا الجيش بتاعنا قال هنتلقى الرصاص بس بالنيابة عنكم. انا عايز الصورة دي المصريين يستوعبوها، استحضروها كده. انتوا في 10 سنين مات 300,000 بني ادم من المواطنين. ليه؟ لان مفيش جيش قرر ان هو يتلقى الضربة. ما وقفش حائل دون اصابة المدنيين. انتوا بقى الحمد لله رب العالمين قاعدين بتتكلموا في دعم، وبتتكلموا في عيش وفي سكر وفي زيت وفي كهرباء وكذا، وفي جيش بيتلقى عنكم الرصاص.